الحمد لله حبيبي والله. طبعا دي حاجه كبيره طبعا، جمهور الاهلي ما بيشبعش من البطولات ولا احنا بنشبع من البطولات، وان شاء الله دايما ان شاء الله كده مزيد من البطولات ان شاء الله. السوبر الجمهور يعني سايب الدوري وسايب ماتش جورمايه ويقول لك السوبر يا حسين، السوبر يا الاهلي، توقعاتك بقى للسوبر المهم ان شاء الله حبيبي؟ باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون موفقين وان شاء الله نحقق البطوله. طبعا انت بتلعب الزمالك فريق كبير، بس احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نكسب وربنا يكرمنا ونقدر نفرح احنا والجمهور مع بعض. تقول يا القمح يخرب بيتك يا قمح. الف مبروك حسين.